والله ما في هم، في هم الله لا يستطيع تفريجه، عياذا بالله أن يظن المؤمن بذلك. يوجد لديك مشكلة أليس مفاتيحها عند الفتاح العليم جل وعلا؟ يوجد في حياتك كسر الله لا يجبره؟ والله يجبره، وأقسم بالله يجبره. يقول لي أحد الدعاة: كنت يوما في أسواق بقالة وكنت أريد المحاسبة، وكان هناك عامل بسيط عامي، وكان أحدهم يعزي الآخر مهموم. قال له: والله لأننا كما نسين في الجميع طال همك، عدل تردد صلاتك، صلاتك تحتاج تعديل تردد، تحتاج إلى صلاة خاشعة، صلاة الله أكبر معناها إعلان للتوحيد أنه أكبر وما سواه أحقر وأصغر. ما تلتفت لبعضنا يرد على الجوال وينظر المتصلين ويضع أمام ساعة، والبعض منا إن صلى في البيت نقرها نقرا. ما ألوم الهم إذا دخل قلوبنا، هو يدخل قلوبنا لأن طهارة الهم أو طهارة القلب من الضيق والهم ما أتته صلاة بها اتصال. لماذا الله جل الله عندما أراد أن يفرض الصلاة رفع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد السماوات العلى حتى سمع صريف الأقلام، وأن توقف جبريل عليه السلام من العروج وصعد صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه، وكلمه ربه جل في علاه وفرض عليه الصلاة. شرائع الإسلام جميعها على الأرض إلا الصلاة رفع الحبيب لها. أتدري لماذا؟ لأنها ترفعك، ولأنها الصلة بينك وبين ربك، ولأنه يحتاج المصلي إذا قال الله أكبر أن تعرج روحه إلى الله كما عرج بنبي الله. هناك تندك الآلام وتذهب الغموم والأحزان. إذن الصلاة، واعلم أن بعضنا له 40 سنة ما صلى، مع أن ما فتته صلاة الجماعة لكنه لم يصلي بعد. الصلاة، ولذلك قد أفلح المؤمنون أول صفات المفلحين في سورة المؤمنون، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاتهم لأن بعضنا يؤدي ولا يقيم. أقم الصلاة، ما قال أد الصلاة. الإقامة معناها أن تقوم بجميع جوارحك لله خاضعا منكسرا منيبا تائبا مخبتا باكيا. بعد ذلك ايش الهم؟ والله ما يمر عليك هم يا شيخ، والله ما تحتاج رقية، والله ما تحتاج إلى طبيب، والله ما تحتاج إلى مضادات الاكتئاب، وما تحتاج حبوب الأرق حتى تنام أبداً. مطمئن مطمئن، أنت متصل بمن؟ بملك الملوك جل وعلا.